لا مش معقولة، احنا تعبينك معانا يا أبلة والله. طب والشاي؟ معقولة؟ ربنا يخليك يا أبلة، يلا بالسلامة. بالسلامة بقى. قالت لك ايه يا عم روميو؟ لا يا صاحبي الموضوع صعب قوي يا صاحبي، بتقولك تاخد 6 حقن شرجية يوميا وكوباية شاي واحدة. طب والحشيش؟ لا الحشيش لا، ده معقم يا ابن عامل الجو. طب كويس. مين؟ افت. ايه ده بقى؟ ألف سلامة عليك يا هيمة، ألف سلامة عليك. نهار أبوك أسود، نهار أبوك أسود يا نوال. أنت إيه اللي طلعك هنا؟ أنت عايزة تلبسينا؟ الله، جرى إيه يا كبداكي؟ ابن حتتي وجاي أزوره هو تعبان. ده على أساس إني راقد في دار الفؤاد؟ بقول لك يا أستاذ هنا أنا بقى عشان الموضوع يطول. تبقى فين يا ابن الهبل؟ أقف مكانك أوعى تتحرك. وأنت يا نوال لا شكر على واجب، أنا مش ناقص حوارات مع كوريا. يعني إيه يا كبداكي؟ يعني بطلنا اللي يعطلنا، ولو عوزتي حاجة بعد كده بطلبيني في التليفون. والعمود ده يا أخويا أبقى بعتهولك إزاي؟ في رسالة؟ العمود ده نوال تحطيه في إيد أي عيل من تحت وهو يبقى يجيبهولي، ما تطلعيش أنت تاني. ماشي يا هيمة، أنا الغلطانة. سلام. سلام يا أخت. سلام يا أخت. إيه في الباب؟ إيه ده بقى؟ كنت فوق بتعملي ايه يا مرنت؟ افندم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمه. بس كفايه كده، بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا. ايه اصل البنايه لسه جايه مصر بقى لها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا، عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، أحسن روح يتسعد. خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاجة. طب كويس بدأت تفوق اهي. مين فيكوا بقى كوريا عبد العاطي؟ ايه؟ ايه يا سعادة الباشا اللي واقفة قدامك بتتصربط دي؟ وعاملة وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة، حتى الست الغلبانة دي بتاعت الخضر دفعت، انما هي منشفة رقنا. ومع ذلك كانت سعادة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في تربتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن كويسه. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجه في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جري يا حاجه. معلش معلش يا باشا، هي اصلها تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي روح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح، انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف سعاده الباشا اللي اتأدبها وطولة لسانها؟ دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 لا، اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه يا سعاده الباشا، ايوه احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعاين البيت، وهي اللي تقول لنا هو محتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيل لها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضلي يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟
ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ هي المنطقه اسمها ايه يا عم؟ معروفه في حته منفوخه كده تبع حاجه بطن البقره. اسمها ايه؟ بطن البقره. بطن البقره. ممكن ندور عليها في ايه؟ في جوجل انيمالز ولا جوجل ايرث؟ شويه هزار دلوقتي. شوف بطن البقره في انهي داهيه. خليها نخلص. بطن البقره ايه يا عم؟ وانت جعان؟ زور في اهلك. ولا انا متعصب دلوقتي ومش فاضل هزار. طب ما تنفعش رجل البقره؟ ها؟ عين البقره. ادي دقني ان ما ركبت لك ديل. شوف لي فين بطن البقره وخلصني. حاضر يا عم. بطن البقره. انت اول ما تلاقي البقره اهو. انت بتقفل ده؟ مساء النور. مساء النور. اتفضل. طالب بيه. انا مش جاي اثر على حضرتك في حاله انك قررت تستعين بمحامي تاني غيري، بس لحد المحامي التاني ده ما يجي ويبدا في القضيه انا هكمل شغلي عادي جدا. انا مش عايز الشغل يقف في القضيه. يا عم بتقفلوا ليه؟ البطاريه بتبوظ. البطاريه بتبوظ يا عم. بلاش تلعب بعدين. العب بعدين. طيب ايه، فيش اخبار جديده؟ طبعا في خير. انا قدمت للنيابه طلب برفع قرار حظر التصرف في ممتلكاتك، وقدمت لهم كمان اقرار ذمه ماليه واقرار بعدم دخول اي ارصده او حسابات او اصول باسمك من وقت البنك ما منح القرض لمدام هايدي وحتى تاريخه. يعني كده انا حر التصرف في اي كرسي من كراسيه؟ ما حدش يعمل لي قضيه تبديد؟ لا مش بالسرعه دي طبعا. يعني اهم حاجه النيابه تطمن الاوراق اللي انا مقدمها الاول. قرار رفع الحظر هيجي بسرعه ان شاء الله. ما انا قلت لكم الاول ان الاجراءات دي تعسفيه، ما حدش سمع كلامي. الاهم من ده الارقام اللي نجوان اتصلت باهلها منهم. طلعوا رقمين موبايلين واتقفلوا، وحاولنا نعرف مكان الاتصال بس ما عرفناش نوصل لاي حاجه. طب وهنعمل ايه؟ الارقام دي طبعا ملهاش اي لازمه، بس اهم حاجه دلوقتي ان انتصار تفضل على اتصال بينا طول الوقت، ونخليها تدينا اي رقم تتصل بيها منه. مين عارف يمكن تغلط تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها او من رقم محل اقامتها اللي هي قاعده فيه دلوقتي. وحضرتك معاك رقم انتصار؟ انا ما حاولتش اخد الرقم، بس هي قالت لي على عنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمره من هناك. انا ما بحبش المستشفيات، بس اروح عادي. اوكي تمام. انا عاوز اعتذر لك على انفعالي بتاع الصبح عليك ده، ما كانش في مكانه الحقيقه. وبعدين يا اخي انت المحامي بتاعي من زمان. انا لو عارف ان في محامي اشطر منك انا كنت رحت اتفقت معاه وجبت، بس عمري ما هعمل كده. يا ابو طالب بيه، ما انا قلت لسيادتك انا مش جاي اقصر عليك ولا حاجه. يا راجل بطل بقى القماصه دي بقى، خلاص انتهينا. والله العظيم كانت فرصتك تغيره وتجيب محامي عدل. انا مش عارف انت دماغك دي ليه كده يا عم. اتلم انت واقعد ساكت بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نشوف موضوع بطن البقره ده بقى، عشان بقول لك بطن البقره. ايه يا عم؟ دلوقتي يا معلم سلومه، الاخ شكري بيشكو انك طلبت الشرطه لاهل بيته، الست سندس والاخت كوريا والاخت جمالات. الحقيقة مولانا دي أول مرة كنت أشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلابوه يابا، علمني الهيافة. جلابني تعالى في الهيفة واتسطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله؟ برضه ما يصحش يا معلم سلومة تطلب الشرطة لنسوة لا راجل معهن، وأمامك سبل مفتوحة كثيرة. كان ممكن أن تأتي لي أو تذهب للأخ شكري أو للأخ كبداجي خطبها. صل على يشفع فيك يا مولانا. عليه افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده. لا ده احنا ياما اتحايلنا، ياما رقنا نشف. ده انا قلت للاستا شكري بدل مره عشرة، وسيادتك دخلته في الموضوع ده مره واثنين ايام امها الله يرحمها. ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. صدق يقال يا اخ شكري الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومه على بعضينا اللي معهوش فلوس نحبسه. لا لا احنا برضو اهل وجيره. اه بامانة الله بقى انا زهقت من حكايه معهوش فلوس دي. اه يا عالم اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره اكتر. مش اصول كلام ده يا معلم سلومه، انا المره دي تابعت الاصول اللي انت ما تبعتهاش.
وجبت الشيخ المنطقة كلها عشان يشهد ما بيننا، وأنا عارف ومتأكد لا هتكبره ولا تكبرني، عشان كده أنا مش هراعي أصول الجيرة ولا العيش والملح، واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم. الواد سوكا لسه نازل يوضب العدة عشان خاطر فرح أخته وهداء، دول ولاد حرام عازمين أمة لا إله إلا الله بما فيهم الحكومة. يا أخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنة. وفيها إيه يعني يا كوري؟ أي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتك كلاتهم متجوزين صغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمط جنبه يعني؟ يوقف في خيخ خلاص. سلامتك يا هيم، إيه ده أنت غيرت على الجرح؟ آه، ما الواد سوكا أصله ماشي مع البنت الممرضة، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا انصبتي؟ وطلعت لك هنا لوحدها؟ بالراحة يا كوريا بالراحة. ده انا ما استجراش اعملها وانا خطيبتك قدام الحارة كلها. في ايه؟ جاب امه معاها، اتنيل جاب امه معاها. طلعت بنت نضيفة ما رضتش تطلع لوحدها. وام سوكا حبتها؟ وهي ام سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الاخر وهي ماشية جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربة وناقصة؟ بقول لك ايه؟ سيبك يا اخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم انت بقى انزل لنا بالسلام. الحارة وحشة قوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسين. لما تطلعي انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش. نعم يا خي. الف سلام عليك يا هيمه، ورانا مشاوير يلا بينا. حاضر يا خي. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. انا لا عارفه اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك. انزل بقى. وربنا وانا كوريا انت وحشاني قوي. كوريا كوريا يلا كوريا يلا امشي مع خالك هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداكي؟ استنى يا كوري. جرح. رد عليا بكلمك. بتاع مين العمود ده؟ عمود ايه لما وقف؟ الو. ايوه ساره ازيك؟ ابدا، انا قلت اكلمك عشان اطمن عليكي، اصلي لقيتك ما جيتيش. لا لا ابدا مفيش حاجه، انا كله تمام. طيب اوكي مفيش مشاكل، ماشي اشوفك مره تانية ان شاء الله. باي. شايف يا هندسه؟ الشرخ تدخل ايدك فيه لمؤاخذه تجيب اخرها، ده غير ان ممكن يخبي بلاوي عرس وفران وتعابين، ده غير ان ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين. يرضيك برضك يا هندسه يقع على دماغتنا واحنا نايمين؟ لا طبعا ما رضناش. يبقى خلاص تفقع علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان ارواح الناس. يا دي كسوف، ما لحقناش نعمل شاي ولا نجيب ساقع. والله ولا حاجه ساقعه ولا شاي ولا اي حاجه. البيت باين حالته اهو، وما تقلقيش هعمل لك التقرير اللي انت عايزاه بالظبط بعد اذنك. اتفضل. خطوه عزيزه، ده احنا زرنا النبي والله. كيد العزال انا من يومي. ايوه. اسماعيل باشا، النيابة طلبت رفع مراقبة التليفونات على محامي أيضا بطالب وأبوها وصديقاتها المقربين. يا فندم، القرار بيقول لعدم جدول مراقبة الفترة اللي فاتت والمراعاة الخصوصية الشخصية. كمان المحامي بتاعهم قدم طلب رفع التحفظ على ممتلكات بطالب السنهوري من امبارح. شكل النيابة هترفع عنه الحظر فعلا. الأمر معليك. مع السلامة. اجمع للأمنة المكلفين بالمرابة في القضية الزفت بتاعت هيدا أبو طالب. توجيهات سعادتك يا باشا، ثواني ويكونوا قدام معالي.
نعم. صباح الفل يا ست الكل. ايه مش فاكراني؟ انا اللي مؤاخذه جبت الكوريا الحكومه. طيب خير؟ والله ما كنت اعرف انك موجوده، ولا كنت اعرف ان كوريا المحفشه دي عندها قريبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا حلوه. وبعدين؟ ابدا، انا كنت بقول يعني انك فرس. فرس عربي ما يقدروش غير الراجل اللي بيفهم في الحريم وفي الخيل، يقدره ويدفع ثمنه. وماله مسيرك يا لحمه تجيني على المفرمه؟ يا واد عامل ايه؟ بطلش حمام ولا ايه؟ الو. ايوه باشا، مفيش مراقبه تليفونات النيابه شالتها. امتى؟ معرفش، من النهارده ولا بكره، بس اللي اعرفه ان النيابه شالتها، وياسر بيه هيجمع الامره دلوقتي وهبلغك برضو. تمام يا باشا، تأمرني بحاجه تانية يا كبير؟ شكرا يا ابو فضل. قلت لها العمود بتاع البيت هاجر، هقول لها ايه يعني؟ يا نهار ازرق، وهي عملت ايه بس يا جباكي؟ خدت الكلمه وهي مداني ظهرها ونزلت، ما شفتش وشها لحد دلوقتي. ما انا قلت لك ابعد عن سكه نوال، نوال دي سكتها شمال الشمال، ومن الاخر كده هتعمل لك عور. فكك انت بالحوار ده، انت عامل ايه مع البت هاجر؟ انا صاحبي مش عايز اقول لك، مش عارف انا ايه، ولا بالصبح ولا بالليل. انت مالك قلبت على هاني شاكر كده ليه؟ انت هتفقر يا سوكا، هي عشان ممرضه هتموت فيها. استنى يا سوكا، انت لسه قد الدنيا هتضحك لك، استنى عشان ما ترجعش تندم انك ما خدتش من جديد. لا يا صاحبي، انا مش هبقى زيك، حتى لو بقيت احمد عدويه في زمانه، انا عايز واحده تحبني واحبها وتخلف لي عيل كده يملى عنا البيت. من الاخر بقى صاحبي، انا مش عايز ابقى زي الرجاله اللي متملاش عينهم غير التراب. فلسف اتفلسف على امي اتفلسف. انا بقى سوكا فككني من الهبل بتاعك ده قوي. انا لا عايز شهاده ولا عايز واحده اتجوزها ولا عايز شهره. امال عايز ايه ان شاء الله؟ انا عايز اقتل ابراهيم كبداكي واصلي عليه جنازه وادفنه وابقى ابراهيم باشا، اللي يخش اي مكان يا سوكا الدنيا تتقلب، والورق يترمى تحت رجله ميات ومتنات، وادوس عليها بجزمتي. يعني هو بيشتغل ايه يعني غير شغلانه مغني ده؟ هو بيغني بس. يعني ايه بيغني بس؟ هي دي شغلانه بتاكل عيش يعني بتفتح بيت يا بنتي؟ بصي يا حاجه انا هفهمك، هو دلوقتي مغني صغير بيغني في الافراح وكده، لكن ان شاء الله يكبر ويبقى حاجه تانية خالص. بصي بقى يا بنتي، انا بصراحه كده لا عاجبني اسمه ولا عاجباني شغلانته، والله اعلم بقى يعني اذا كان هيكبر ولا هيفضل زي ما هو كده. والله عندك حق، ما كسرش من مقاليفك، بس انا لو من اخوكي فواز ده حلو روح اشتغل الاول بعدين تعالى تقدم. ليه؟ هو تقدم لك كده على بلاطه؟ لا خالص لسه. طيب خلاص، لما يبقى يتقدم يبقى احنا ساعتها نقعد قعده تانية زي دي، وساعتها هنفكر هندخله على فواز اخوكي تاني ازاي. الاستاذ بيسال على الداده انتصار، هنشتغل سكرتيريا للفراشات كمان؟ لا 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 مؤاخذه، لا مؤاخذه، خلاني يا باشمهندس قولي لقيتوا الاجوان؟
ارضي يا بنت، ما تتلاقيكي ولا ثانيه جمال في زمانها. ارضي يا بنت، ارضي يا بنت. والله يا بنتي ما بعرف انا يا بنت. هزي هو في بنت في الدنيا دي كلها ما بتعرفش ترقص؟ هزي هزي. رايحة صح يا خالتك سندس، تيجي تشم شوية هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده. ما بلاش يا خال، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، هخليها تضرب نفسين وتقعد معاك. ايه؟ يعني يا بنتي شوفي. أنا مالي وأنا اللي هقعد أدادي فيها. أنسة كوريا. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. أخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه، سعادة الباشا ما أنا قدام سعادتك أهو. اتضايقت أنا المرة اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. لا لا حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانة ولا ايه؟ أصل أنا مش شايفها يعني. لا أصل هي مالهاش في الأفراح والجو ده يعني. طيب تمام. طب وطمنونا بقى عملتوا ايه في البيت؟ حاضر سعادة الباشا بإذن الله. السلام عليكم. حبيبة قلبي يا هلا يا امي. حبيب قلب امك يا اخويا، يا مشرفني يا رافع راسي يا مرقصني يا حبيبي، حرسك وسينك يا رب. عجبتك يا امي؟ عجبتني، انت تعجب الباشا يا روح امك. الله هاجر، عجبتك؟ كنت كويس قوي. ده انت خليك. تعجب الباشا يا ولا والله. هو اللي كنت كويس بس. يا حبيبي يا حبيبي، انا من غيرك مش عارف كنت اعمل ايه. مش عارفه والله. السلام عليكم يا امي. خمس دقايق. سلامه يا حبيبي. ممكن يا مولانا اضرب واحده بيره؟ لك حريه الاختيار يا اخي سلوم، بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره. ولا تعالى واحده افتح. انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا، مش هشربها الا لما تمشي. ها، ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا كوريا، ارقصي. ازيك يا اختي؟ مش انت برضك الممرضه اللي كانت معايا في المستشفى؟ ايوه يا كوريا، انا اسمي هاجر. عشت الاسامي يا هاجر. الله يخليك، نورانا. ربنا يخليك يا رب. مشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك بداك، ما كانش لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام على باشا كل اما مصر، سلام كل اما مصر. مالو بيك الظابط ده يا بنت؟ مش انا. من مين ان شاء الله؟ البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ انا عايز اعرف. يا ستي اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايه نور، الفرح منور والله. ايوه كده يا بنت جمالات، انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى بنت كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك، ده انت زي القمر. انت هنيتي يا خال، مش طالعه كنان. اهدي، لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا، انت لازم انزل معاها، ما اقدرش اقول لها لا. دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده، شيل انت بقى. بنتي يا كوريا تعالي، عايزاكي. انا هقول لك على حاجه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوز اقول بس بقى، انت عارفه انا ما بحبش الرط ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني، بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها، جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن، وانتي ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. ازيك يا ابله هاجر؟ الحمد لله. وحشتيني يا ابله. انمد عيالي والله، النهارده احسن يوم في حياتي عشان حاجتين. ايه بقى؟ اول حاجه، اول مره غني في فرح كبير زي ده، وتاني حاجه
تاني حاجة ايه؟ ايه اللي جابك هنا يا اختي؟ فوزي قومي جري قدامي على البيت يا استاذ فوزي افهم بس الحق قول من وشك هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه اهلي وحبايبي وناسي اهل بطن البقره الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال اللي كلهم عيله واحده مفيش بينهم سر ابدا اي حاجه بتحصل في اي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش وعشان بقى ما احنا اهل وعشره فانا مش هخبي عنكم حاجه ما كده كده هتتعرف انا عايز اسال الست نوال مرات جزار الحته المعلم سلومه ايه اللي بينك وبين خطيبي ايه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل ايه اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال